بس ليه ريكاردو؟ لا ليه ريكاردو؟ يعني ليه لما بنفكر عن مدير فني اجنبي للاسماعيلي دايما اول اسم يطرح هو ريكاردو؟ ليه؟ لا بصي اقول لك، احنا عندنا زي كذبه كده بنفضل نقولها، نضحك احنا على نفسنا، نضحك على اللي هم رؤساء الانديه دايما والناس اللي هي المسؤوله عن ان بيجيبوا مدربين، يقول لك لازم يكون عنده خبرات في الدوري، لازم يكون نشتغل في الدوري، فعارف الدوري المصري، عارفه يعني ايه، عارفه الكره واحد يعني. يعني انت دلوقتي مدرب ممكن يتابع الفرقه يتفرج عليها كويس. لاني انا دلوقتي ريكاردو ما جاش من 6 سنين، فرقه الاسماعيلي اخر مره اتغيرت كلها، الدوري كمان اتغير، الدوري كمان كله اتغير. فيعني ليه يعني قلت العجوز افضل؟ انا مش انا دايما متحيز للمدرب المصري. ليه؟ لان المدرب الاجنبي في الفتره دي هيبقى عنده مشكله كبيره قوي، اللي هو هل نادي الاسماعيلي جايبه علشان يعد للسنه اللي جايه، ولا هل نادي الاسماعيلي في الوقت الحالي يعني العجوز ممكن ياخد فرصه وياخد فرصه كويسه لاخر الموسم ويجي المدرب على بدايه ويعمل الموسم فرق. طب احنا هنرجع تاني عادل لنقطه ان انت ما عندكش بلان، ما عندكش ان انت دلوقتي انت بتمر بموقف صعب، لكن انت عندك لما يكون مجلس اداره عنده موقف صعب، نادي الاسماعيلي في موقف صعب على مستوى الدوري، مش صعب قوي لكن مش في الحته اللي يتمناها جماهير النادي الاسماعيلي. انت لما تجيب مدرب، انت وجهه نظرك كاداره انك جاي عشان تاخدنا من الحته دي وتحطنا في حته كويسه، دي واحده، ولا انت جايبنا علشان يبقى هنديك بلان انك الراجل ده تشتغل معانا 3 4 سنين عشان يبقى بدل ما نبقى في وسط الدوري او نطلع الخامس، لا احنا عايزين سنتين ثلاثه يبقى بننافس ونلعب على المستوى الافريقي. لما الناس بتتعاقد معاك وانت مريت بالتجربه دي يا كابتن عادل، الناس بتتكلم معاك ازاي؟ تعالى وشد حيلك وربنا يكرمك وبس، يعني مفيش هدف قدامك. هو المفترض ان انت المدرب لما بتيجي تتعاقد معاه اول حاجه المدرب بيقول لك اهدافك انت ايه، وانت اللي بتشرح له اهدافك. يعني انت مثلا تقول له انا عايز اعمل الدوري ده، ممكن اطلع الرابع، ممكن العب على انافس على الدوري اللي بعده، فتعمل لي البلان لثلاث سنين سنتين. ولكن احنا هنا في مصر عاده انت بتيجي انقاذ دائما المدرب اللي بيجي انقاذ اللي هو ايه، فوست لما بيجي اخفاق تجيب مدرب، وبعدين بعد ما يعدل شويه تمشيه، وبعدين تجيب مدرب تاني. حتى لو جبته في وسط السيزون، يعني حتى دلوقتي انت جايب واحد في وسط السيزون، ما انت لازم، ما هو يا جماعه لازم يكون مجلس اداره عنده هدف، هدف قريب وهدف بعيد، ده كلام أكيد. ده طبيعي. انا بجيب دلوقتي مدرب في وسط، انا جايب ريكاردو، طب انا جايب ريكاردو ده عشان نقعد في الدوري عشان يبعدنا عن المسابقه، طب السنه الجايه هيبقى الناس. ايه، بص انا عايز اقول لك، ترضي الناس، معظم الناس اللي بتدير في مصر اول حاجه بتفكر فيها السوشيال ميديا.